معك أحمد. إذن الاحتلال يخفض أعداد قواته البرية مع كتيبة واحدة، فرقة نحال أو لواء نحال يبقى في غزة. بالفعل جمال، عمليا الاحتلال الاسرائيلي يعلن انتهاء العمليه العسكريه في منطقه خان يونس ويعلن سحب جميع قواته المقاتله من قطاع غزه. القوات التي تبقت في قطاع غزه وهي لواء واحد وظيفتها اشبه بوظيفه الشرطه الاسرائيليه تقليديا، بالاساس من اجل تامين المنطقه العازله التي اقتطعها الاحتلال الاسرائيلي الشرقي وشمالي قطاع غزه. نتحدث عن اراضي تبلغ مساحتها 16% من اراضي قطاع غزه. والمهمة الأخرى وهي الأساسية هي السيطرة على منطقة، على حاجز نتسريم كما يسمى إسرائيليا، وهو الحاجز الذي يفصل بين شمالي قطاع غزة وجنوبي قطاع غزة، شريط من منطقة بئيري في غلاف غزة باتجاه البحر يفصل شمالي القطاع عن جنوبي القطاع، وسيبقى الجيش الإسرائيلي يسيطر عليه خلال الفترة المقبلة من أجل منع عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي القطاع. الانسحاب تم الليلة الماضية، أعلن عنه اليوم بتسريب إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية. لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي يشير إلى هذا الأمر وإلى أسباب الانسحاب الحقيقية. ما أن انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تلك المنطقة حتى أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية من 5 صواريخ من منطقة خان يونس على ما يبدو من إحدى المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي باتجاه غلاف غزة، وهذا الأمر أيضا تكرر في السابق عندما أطلقت رشقة صاروخية ضخمة من منطقة وسط قطاع غزة، أيضا من منطقة بني سهيلة. بمجرد أن انسحب منها الجيش الإسرائيلي أطلقت رشقات صاروخية باتجاه غلاف غزة، وحدث الأمر سابقا شمالي القطاع من أجل سلب الاحتلال الإسرائيلي الادعاء أنه سيطر على تلك المنطقة بشكل كامل وأنه ينسحب منها بعدما قضى على قدرات المقاومة الفلسطينية هناك. على أرض الواقع هناك غضب كبير عند الإسرائيليين، غضب على اعتبار أن الاجتياح البري في منطقة خان يونس التي كان يروج إلى أنها ستالينغراد قطاع غزة بتعبير أحد أبرز الضباط الإسرائيليين السابقين في وسائل الإعلام الإسرائيلية، كان ينظر إلى هذه المعركة على اعتبار أنها المعركة التي سيتم إلقاء القبض فيها على قيادات حركة حماس. إسرائيل كانت طوال الوقت تزعم أن قيادات الصف الأول في حركة حماس، تحديدا رئيس المكتب السياسي في قطاع غزة يحيى السنوار موجود في هذه المنطقة، كانت إسرائيل تزعم أن الأسرى الإسرائيليين موجودون في هذه المنطقة وهم أحياء، لكن هذا الأمر لم يتحقق. لم تعثر إسرائيل لا على قيادات حركة حماس في هذه المنطقة ولا على الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين باستثناء جثمان لإسرائيلي واحد أعلن عن استعادته خلال الأيام الماضية دون معارك لأنه كان مدفونا في منطقة ما في منطقة خان يونس. غضب لدى عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين ويتهمون الحكومة الإسرائيلية بأنها تدير هذه الحرب دون استراتيجية واضحة. من جهة كان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت يروج طوال الوقت طبعا ونتنياهو إلى أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد من أجل استعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، وأنه حتى لو اختارت إسرائيل التوجه نحو المفاوضات فلا بديل عن الضغط العسكري ميدانيا في قطاع غزة. لكن في خضم هذه المفاوضات تسحب إسرائيل أكبر فرقة عسكرية لها من قطاع غزة، من أهم منطقة في القطاع كما كانت تقول وهي منطقة خان يونس، وهذا إقرار بأن الضغط العسكري الذي كانت تتحدث عنه إسرائيل من أجل استعارة الأسرى والمحتجزين ليس حقيقيا. على العموم دمار هائل بطبيعة الحال قد يتحدث عنه الزميل صالح من تلك المنطقة، لكن من ناحية المكاسب السياسية لم يحقق الاحتلال الإسرائيلي ما كان يرجو ويأمل تحقيقه من تلك المنطقة. بالفعل.